أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف العاشر في دروس جديدة من دروس التربية الإسلامية. أهداف هذا الأسبوع عزيزي الطالب، يستنتج الحكم التكليفي من النصوص الشرعية، أيضا تتعرف على مفهوم الخرافة وموقف الإسلام. حذرت الشريعة الإسلامية من الخرافات والأباطيل لتعارضها مع مبادئ الدين والعقل السليم، ولما لها من أضرار بالغة على الإنسان. وقد سمى أهل الجاهلية التميمة بهذا الاسم لاعتقادها بأنها تمام الدواء، وكانوا يعلقونها في الأعناق ظنا منها أنها تدفع الشر أو تحميهم من المخاطر التي قد يتعرضون لها، كما كانوا يعلقون تلك التمائم على دوابهم. الخرافات عزيز الطالب هي الأفكار والمعتقدات القائمة على الأوهام من غير وجود دليل مبني على الإيمان الصحيح أو العقل السليم. ومن أشكال الخرافات في المجتمع التمائم والكهانة. التمائم مثل تعليق خرز أو كف أو ما شابه ذلك مع اعتقاد أن ذلك يدفع الأذى ويرد العين. الكهانة وهي ادعاء معرفة الغيب مثل المشعوذين والمنجمين والسحرة والذهاب إليهم والتعامل معهم. قال تعالى عن السحرة: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الطيرة وهي تشاؤم من الأرقام أو الأماكن أو الأشخاص، مثال تشاؤم من الغراب أو البوم أو من رقم معين. هناك مجموعة من العوامل التي تسهم في انتشار الخرافات، ومن أبرزها الجهل والتقليد الأعمى للأفكار السائدة من غير تثبت، الروح الانهزامية وغلبة الشعور بالفشل والإحباط، فيكون ذلك سبباً في تولد الأوهام لذوي النفوس الضعيفة، بخلاف المؤمن الذي يصبر على الشدائد ويسعى لتجاوزها وتخطيها. الإعلام السيء، وذلك عن طريق ما ينشر من وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الخرافات التي يتأثر بها كثيراً من الناس. أيضاً موقف الإسلام من الخرافة عزيز الطالب: التحذير من تصديق الخرافات وتحصين الإنسان منها عن طريق بيان الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى وحده، أيضا النهي عن التقليد الأعمى. مخاطر التصديق الخرافة: الإنسان الذي يصدق الخرافات ينساق وراء الأباطيل وأوهام تطمس على عقله وتجعله أسيرا للتحليلات التي لا صلة لها بالواقع، فيكون عرضة للآثار السلبية الآتية: إشاعة الخوف والقلق في نفس الإنسان وتنمية الشكوك واتهام الإنسان من حوله، التعرض لاستغلال المحتالين الذين يدعون القدرة على جلب النفع ورد الأذى، معرفة ما استأثر الله تعالى بعلمه، التخاذل عن السعي في الأرض وأعمارهم. أيضا أرشد الإسلام إلى مجموعة الأمور التي يحسن المسلم من نفسه من الشرور ويجلب الخير لها: التوكل على الله تعالى في الأمور كلها، المواظبة على أذكار الصباح والمساء، أيضا التفاؤل الذي يحفز النفس على السعي والعمل المنتظر. يعد الحكم الشرعي التكليفي من أهم مباحث علم أصول الفقه، وتقسم الأحكام التكليفية إلى 5 أقسام، وهي الفرض، الواجب، المندوب، الحرام، المكروه، المباح. تستنبط الأحكام الشرعية من مصادر أهمها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والإجماع والقياس. أيضا مفهوم الحكم الشرعي عزيزي الطالب، الحكم الشرعي التكليفي هو الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين على سبيل الطلب أو التخيير. أيضا الفرض الواجب هو طلب الإسلام من المكلف فعله على وجه الإلزام، حيث يثاب فاعله ويؤثم تاركه. فالحكم الشرعي التكليفي لإقامة الصلاة هو الوجوب، لأن الله تعالى أمرنا بإقامتها، فمن التزم فعلها فأنه يثاب وينال الأجر من الله تعالى، ومن تركها فأنه آثم. أنواع هنا عليك أن تتعلم عزيز الطالب أن أنواع الفروض نوعان: فرض عين وفرض كفاية. فرض عين ما يطلب من كل مكلف أن يقوم به بنفسه، مثل صوم رمضان، الزكاة، وبر الوالدين. فرض كفاية مطلب من مجموعة الناس أن يقوموا به، فإن قام به بعضهم سقط الإثم على الباقين، وإن لم يقم به أحد أثموا جميعا، مثل صلاة الجنازة وتعلم تفاصيل العلوم الشرعية وسائر أنواع العلوم. المندوب ما طلب الإسلام من المكلف فعله من غير إلزام، حيث يثاب فاعله ولا يؤثم تاركه. فالحكم الشرعي التكليفي في الاغتسال: يوم الجمعة مندوب، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حث على الاغتسال يوم الجمعة، فمن اغتسل يثاب على فعله، ومن ترك الاغتسال فلا يثام بتركه. شاكرة لكم أعزائي الطلاب حسن استماعكم وتعاونكم.